فصفة الاستواء هي من صفات الفعل، وينطبق عليها نفس القواعد التي ذكرناها يعني سابقا. وقام كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم يعني لغة، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، أن الرحمن على العرش استوى في كثير من الآيات أخبر الله عز وجل أنه استوى على العرش، فيجب أن نؤمن أن الله عز وجل استوى على العرش. والسؤال عنه بدعة يعني عن الكيفية، فهذا الرجل أتى يسأل عن الكيفية، قال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الإمام مالك استوى معلوم، الكيف مجهول، والإيمان به واجب، هذه الصفة أنها ثابتة بكتاب السنة، والسؤال يعني عنه بدعة، عن الكيفية بدعة، ثم قال أخرجوه فإنه مبتدع. فنحن اليوم مع صفة الاستواء، وصفة قريبة منها هي صفة النزول. فقال العلماء في القرآن أكثر من 1000 دليل على استواء الله عز وجل على عرشه وفوقيته لخلقه. فهناك أسماء من أسماء الله عز وجل تدل على علوه وعلى فوقيته، فمن ذلك قوله عز وجل وهو القاهر فوق عباده، فوق عباده. وقال عز وجل عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم. فنقول هناك صفات تدل على فوقية الله عز وجل، منها صفة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى، العلي هو العلي الكبير، المتعال، أيضا كل هذه الأسماء تدل على علو الله عز وجل وفوقيته لخلقه. وكذلك اسم الظاهر كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنت الظاهر فليس فوقك شيء، يعني هو فوق الأشياء وليس فوقه شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، والأول أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، أحاط بالزمان وأحاط بالمكان. فالله عز وجل هو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر ليس بعده شيء، وهو الظاهر ليس فوقه شيء. فاسم الظاهر يدل على الفوقية. طبعا أهل البدع يقولون هذا يعني علو شأن وعلو قدر، ولكن أهل السنة يقولون هو علو شأن وعلو قدر وعلو ذات. طبعا الذين يقولون يعني ينفون الفوقية يقولون هذا تحييز لله عز وجل وإثبات للجهة، نقول هذا الله عز وجل فوق المخلوقات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة. وإذا قالوا العلماء بأن الجنة مقببة زي القبة، وسطها أعلاه وسقف عرش الرحمن، فالعرش هو سقف المخلوقات، وفي السماء رزقكم وما توعدون.